السلام عليكم. في البث المباشر للشيخ أحمد الإمامي وتحديدا قبل البث الأخير تم تداول كلام جدا مهم من أحد المتصلين وهو يتكلم مع الحاج وعد اللامي بخصوص أشرف غريبة وخصوص الوهابية. من أهم الفيديوهات التي يجب أن نسلط الضوء عليها وهي التهديدات والخطط التي يحيكها الوهابية لاغتيال محاورين الشيعة. من دون أن أطيل عليكم، أتمنى تتفاعلون مع هذا الفيديو وأتمنى ترفعونه باللايك والمشاركة، لأن من أهم الفيديوهات التي تفضح دين الوهابية. وهذا الشخص هو كما يدعي وكما يقول إنه من أقرب الأشخاص لأشرف غريب، وهذا الشخص أخبر الحاج وعد اللامي بأنه سوف يعطيه كافة الأدلة بخصوص هذه المواضيع وبخصوص قربه من أشرف غريب ومن الوهابية. نترككم مع هذا الفيديو المهم لإظهار الوجه الآخر للوهابية أو إظهار وجههم الذي هم عليه فعلا. أبو أحمد حارة تسمعني؟ أسمعك. بس قلهم للمتداخلين منو أنت، يعني حتى لخاف عبالهم رافضي، شنو كنت أنت وشنو صرت؟ أني اسمي صعب أنطي، أنا كنت رجل سني، أنا رجل كنت سني وهابي من جماعة العظمية شارع 60 اللي كانوا يلزمون الواحد على الجنسية، وإذا اسمع علي يقتلونه وغيره. أني من أقرب أصدقاء أشرف غريب، وإن شاء الله موعدنا قريب جدا راح أوصل المعلومات إلى أحمد الإمامي وإلى وعد اللامي حجي وعد، وعلى مود الناس تعرف أنه هل كنت أنا صحيح صديق إلهم مقرب بشكل عائلي يعني جدا، وعدي كلهن وراح أوصلن لكم توصلون للناس على مود نفضح هؤلاء الكفرة، هؤلاء اللي كنت أقل لهم إحنا مو نحارب الشيعة على مود المتعة، شو عدكم 70 نوع زواج، شو تركضون ورا المرأة تقلوا لها الشيعتهم كذا وكذا وكذا، شو نفس المتعة جاتهم، على الأقل الشيعة المتعتهم زواج إسلامي زواج صحيح، شو أنتم كل زنا. أنا كنت ويا اللي جماعة أبو بكر البغدادي وغير اللي كانوا يسبون النساء، ونص الشعب العراقي ترى يعرفني من صوتي مثل ما يعرفون أبو عزرائيل ترى يعرفوني أنا منه، نص اللي جاي يسمعونكم ترى يعرفوني من صوتي، جوز حضرتك والشيخ وعد ما يعرفوني لأن ما سامعين صوتي قبل، بس ترى اللي جاي يسمعونكم يعرفون صوتي مثل ما مثلا عندك صوت أبو عزرائيل صوته واي ناس ترى معروف. أنا رجل كنت جدا جدا أخي. طيب انت لو ابو حارث انت لو تبقي هذه القضيه، لان بصراحه الان 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 مدى اسجل، فانا اريد اسجل قضيتك طبعا بعيدا عن تذكر فالاشياء تدل عليك، واريد يعني الناس يسمعون لان سينشر هذا التسجيل في قناتي. بس عندي وصيه ايضا حتى لك مع ما قلت عن هؤلاء، أنه يا أخي خلي مساحة في قلبك أن تدعو لهؤلاء بالخير، أنه حتى الآن بعض الأخوة قد يتضايق من كلامي هذا، حتى فلان وفلان اللي أنت ذكرتهم، والله يشهد الله أنا الآن أتكلم وقبل قليل ما كنا على البث وكنت أتكلم، أنا أعتقد أنه الإنسان دائما يطي بالكلمة الطيبة أفضل من أنه يطي بالكلمات اللي هي تكون ردة فعل. أنا أدري الحالة اللي أنت كنت بيها والحالة اللي أنت الآن عليها، لكن أنا أرجو أن توسع بالك وتوسع قلبك، لأن الله تبارك وتعالى كما قذف في قلبك نور محمد وآل محمد، ادعو للآخرين أن يقذف في قلوبهم نور محمد وآل محمد. أنا أتقبل هذا الكلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن شيخ وعد بشرط إذا تسمح لي. فضل. إنه أقول شغلتين. نعم. إذا تسمح لي إذا الشغلتين وأقول شوكت ما يعجبك. الشغلة الأولى، الشغلة الأولى يمكن حضرتك تتذكرني أو ما تتذكرني ما أعرف، أنا الولد اللي قبل شهر ونص خابرت على قناة حضرتك وكنت أنت وشيخ الإمام يمكن سيد ميثم موجودين واستشيعته وقريت الشهادتين إذا تتذكر، ولد اللي حكى فوق الربع ساعة وراها قال أنا هسه أدخل للتشيع
الله يبارك. إيه ذكرتك ذكرتك صح. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أنتم على أي قلب صافي تحجون؟ على أي محبة تحجون؟ يا محبة تحجي علي شيخنا. شيخنا أنا خابروني قبل لا أنهدي دين الشيعة، أو لأن أنا أعتبر دين الشيعة هو الدين الصحيح، كانوا يخابرون بعض الناس، يقولوا لهم خابروا عبد اللامي، خابروا أحمد الإمامي، خابروا علاء المهدوي، خابروا ميثم الموسوي، آسف على عدم اللفظ الصحيح، وقلوا لهم إحنا نريد نتبرع على مود تأخذون اسمهم الكامل، على مود تلقون عنوانهم، على مود تختالونهم. أنتم شنو تحجون؟ أنتم يا علي بن أبي طالب تنادون بي؟ قبل قليل الدكتور نبهني أبو حارس، قبل قليل لا شيخ اسمح لي خلي أقول لك يا كاملة. أنا لما أقول أمضي معلومات، أنا لما أقول أطيكم دلائل بالقتل، أطيكم دلائل إنه هذول يدورون وراء يقتلونكم، قتل الشيخ أحمد الإمامي أو قتل حج وعد اللامي أو قتل ميتم الموسوي، يدفعون عليها من ملايين الجنيهات. أعطيكم دلائل، مو والله خابرني وقال لي لا تصير شيعي، مو والله خابرني وقال لي سوي كذا أو جاوب الشيعة، لا أعطيكم دلائل بالفيديو بالصوت أنه يقولون للناس خابر شيخ أحمد وسوي نفسك أنه أنت شيعي من لبنان أو من مصر أو من أوروبا، وراح أدز الفلوس وراح تأخذ الاسم وسوي اللعبة عليهم ويختالونكم. أي محبة تحجون أنتم؟ أنا بنصهم عايش شيخنا، أنا عايش بنصهم، هذول يدورون وراكم يقتلونكم مثل ما قتلوا الشيخ حسن شحاتة وغيره. تحجون صدق أنتم؟ أي محبة تحجون عليهم؟ أنا ترى مو واحد جايكم من ألمانيا بزر، على قلت إحنا العراقيين نسميه بزر نستلة، أنا بوزر نستلة، ترى أنا سني وأعرف حق المعرفة شي يصير. إحنا اللي وقفنا ومنعنا جسر الأئمة لما انطاحوا الشيعة على زيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه، إحنا منعنا السنة تطفر بالمي وتطلع الشيعة، ردنا يموتون أكثر شيعة ممكنة، إحنا قتلة. أنا استشيعت ودخلت الدين الإسلام بصورة صحيحة، بس ما أعرف أنا الله يغفر لي صحيح أنا ما قتلت. الله يشهد. لا قتلت، لا أذيت، لا أطيت اسم. أنا رجل مجرد سني عالم دارس أحارب التشيع. شيخ وعد أنت يدورون عليك، صاير لك أسبوع ما أدري أكثر ما داخل بث مقلوبة الدنيا. تعرف أنا كم مكالمة جتني شيخ وعد يقولون شيخ وعد وين؟ ليش ما يطلب مكالمة؟ هل هو قتل؟ هل هو عرف مكانه؟ هل هو أنتم تحجون صديق؟ يدورون عليكم ليل ونهار. ذو الفقار المغربي ترى عرفوا عرفوا مكانه وين؟ عرفوا مكان ذو الفقار المغربي وين؟ بس الله سبحانه وتعالى اللي يغير نظامهم. أنتم ترى تحت لعبة عظيمة. أنت اسأل شيخ أحمد المساعد اللي حضرته قبل شوية السولف عليها، أنا لازم قلبي بيدي عن متوصل بصورة غير مباشرة عن مود لا يعرفون الأسماء. صحيح حضرتك شيخ وعد معروف اسمك وما تخاف، ويوم اللي تستشهد تدخل إلى الجنة مباشرة، بس ما نريدكم هسه شهداء، نريدكم هسه تحاربون، نريدكم هسه توقفون الدين الإسلام على رجليه. هسه مو مال شهادة، هسه مو مال موت، هسه مال حرب. هذا من حسن ظنك. الله يبارك فيك، رحم الله والديك. فشيخنا لا تستصغرون الأمور، لا تأخذون الأمور ببساطة. الله يرحم والديك. أنتم كجدكم علي لا تستصغرون الامور. الله يرحم والديك. لا عفوا عفوا، شرفتنا، وان شاء الله رب العالمين يطول عمرك ان شاء الله، يوفقنا انه نوصل الكلمه الطيبه للفوارق. دير بالكم على ارواحكم، رحم الله. هسه مو وقت موت، هسه مو وقت حرب. بس بارك الله بك وجزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك. يا امان الله.